خمسة دقائق بعد نص نهار على إذاعة دريم فام. أهلا وسهلا ومرحبا بالعبيد اللي يسمعوا فينا اللي اختاروا يتابعونا على 95.5 وبيان 3W.راديو دريم فام بوناي. زاد نسلموا على العبيد اللي اختاروا يتابعوا البرنامج صوت وصورة على الباش فيسبوك متاعنا دريم فام. زاد كيف نذكر أنه اليوم أولى حلقاتنا من برنامجكم أمور تهمنا. هذا البرنامج هو يهتم طبعا بقضايا الشأن العام وهو برنامج شهري. مانيش وحدي في تقديم البرنامج، أكيد يرافقوني أميرتي الأستوديو تسنيم رمضاني لجانبي. تسنيم مرحبا. سلام ومرحبا بفريال ومرحبا بكل مستمعينا اللي اختاروا يتابعونا على دريم اف ام. مرحبا تسنيم. فريال مبروك تحضر معنا عبر الهاتف. نظرا للوضعية الصحية وقرارات رئاسة الحكومة بمنع التنقل بين الولايات، فتحضر معنا من ولاية المنستير عبر الهاتف. فريال مبروك، مرحبا لله. عسلامة حسام، عسلامة تسنيم، ومرحبا بالمستمعين الكل. يعطيك صحة فريال. أمور تهمنا هو برنامج شهري يجي في إطار مشروع صحافة الشأن العام لمبادرة مناظرة، وهو يعني بالشراكة مع خمسة إذاعات جمعيتية تنضوي تحت الاتحاد التونسي للأعلام الجمعيتية. وإذاعة دريم فام هي واحدة من الإذاعات اللي تلقوا فيها أمور تهمنا كل ثالث سبت في الشهر من نص نهار الماضي ساعة في بث متزامن مع مندرة أفام، نفزاوة أفام، عليسة أفام، وسيليوم أفام. البث متزامن على جميع الإذاعات، ولكن على كل إذاعة أمور تهمنا نطرح المواضيع اللي تهم الجهة والمنطقة هذيك. دونك هذه هو برنامج أمور تهمنا في أولى حلقاتنا بالنسبة لليوم في برنامجكم أمور تهمنا. أكيد عدد من المواضيع أو زوز مواضيع مهمين اليوم شاقة طرحهم خلال الساعة اللي باش نقضيها مع بعضنا نص ساعة الأولى باش نحكيو فيها على عزوف أو مخاوف أهالي ولاية القيروان من التلقيح، خاصة أمام الوضعية الصحية الوطنية وخاصة أمام الوضعية الصحية اللي تعيشها ولاية القيروان حاليا في علاقة بفيروس ووباء كورونا. في النص ساعة الثانية باش نحكيه على الوضع الصحي الحالي في المنستير، وتحديدا مش نحكيه على وضعية إيواء الطلبة داخل المبيتات الجامعية خلال هذه الأزمة الصحية وفي فترة يعني امتحانات المراقبة. كما قلت حسام، اليوم أول موضوع باش نحكيه فيه هو الإقبال الضعيف على التسجيل في منظومة إيفاكس بالقيروان، اللي يرجع بالأساس للتخوف الكبير من قبل المواطنين من التلقيح. علاش هالخوف هذا الكل؟ شنو هي الاسباب اللي تدفع المواطن باش يخمم بسلبيه فيما يخص التلقيح؟ وشنو دور المجتمع المدني في معاضده جهود الدوله في المساله هذه؟ هذا كله اكثر تعرفوه معنا في امور تهمنا. هذاك علاش اليوم تحضر معنا هاجر الجزيري عن مبادره عزيمه. عسلامه مدام هاجر. حنان نحاولوا فريل نحاولوا نتحسنوا مره اخرى على هاجر الجزيري. نذكر اللي هاجر الجزيري هي كما قلت انت يعني فريل عن مبادره عزيمه، وباش نحكيوا على دور المجتمع المدني في علاقه بالوضعيه الوبائيه الحاليه اللي تعيشها تونس واللي تعيشها ولايه القيروان بصفه خاصه. نحاولوا ان نتواصلوا مع هاجر الجزيري. طبعا حنان تحاول انها تتحصل عليها لانه كانت معنا في المباشر لكن ابارمون صار خلل التقنية، نحاول ان نتحصل عليها. دونك فريد باش نحكيو وتسنيم زاد كيف باش نحكيو على الوضعيه الوبائيه في ولايه القيروان، باش نحكيو زاد على مخاوف وعزوف اهالي ولايه القيروان في التلقيح ودور المجتمع المدني اللي قاعد يقوم به، هو دور كبير برشا. يعني التسنيم طبعا خدمه كبيره برشا قاعده تقوم بها مبادره عزيمه. صحيح، المجتمع المدني عنده دور كبير في معارضة جهود الدولة فيما يخص التلقيح وفيما يخص كل ما عنده علاقة بفيروس كورونا، خاصة فيما يخص التوعية بأهمية التلقيح، خاطر المواطنين للأسف متخوفين برشا يا حسام وتسنيم. بالضبط، هذا هو اليوم المجتمع المدني يلعب الدور التوعوي، الدور التثقيفي والدور التحسيسي، ومهم جدا هذا الدور اللي قاعد يقوم به اليوم المجتمع المدني. نلقاه يعني يا فريال أنه إعادة في جهود الدولة خلال هذه الأزمة الصحية. نقول المجتمع المدني قاعد يدور في معتمديات ولاية القيروان، قاعد يدور في أرياف ولاية القيروان باش يحاول أنه يحث المواطنين في التسجيل يعني في منظومة إيفاكس، ويحاول أنه يشجعهم باش يسجلوا باش نلقاو أكثر عدد ممكن من المسجلين. أونترتون حنان قاعدة تحاول أنها تتحصل على هاجر الجزيري اللي باش ناخذوا من عندها أكثر تفاصيل عن مبادرة يعني عزيمة، باش ناخذوا من عندها أكثر تفاصيل بخصوص عزوف المواطنين يعني في التلقيح. فريال انترتون اذا كان عندك ما تعلق حول يعني او رايك حول يعني مخاوف اهالي ولايه القيروان من التلقيح. المخاوف هي بادره على دي بريجيجي
على إشاعات قاعدة تدور في وسط المجتمع، ما عندهاش حتى أرضية ترتكز عليها علمية صحيحة أو كذا. للأسف الشديد هذاك علاش يلزم ديما تصير حملات توعوية. زاد عنا مشكلة المناطق البعيدة يا حسام، اللي ينجم ما يوصلهاش الريزو، ما تلقاش كيفاش تسجل في منظومة إيفاكس. هذاك وين يدخل المجتمع المدني في أنه قاعد يساهم باش يتنقل غاديكا ويوعي الناس ويحثهم على التنقيح. فريال هذاك علاش تحضر معنا مباشرة هاجر الجزيري عن مبادرة مناظرة. هاجر مرحبا. مبادرة عزيمة مخي في مناظرة دونك هاجر مرحبا لي. عسيمة حسين، عسيمة كيف المستمعين جريم عسيم، نوصي على الاتباس حسين ولا أنا حاضرة نجاوبكم على جميع الأسئلة نتاعكم. يعطيك صحة لله، أكيد مانيش وحدي هاجر في تقديم البرنامج. ترافقني تسنيم رمضاني وفريال مبروكي، دونك هما الزملاء اللي باش يكونوا حاضرين معايا في تقديم البرنامج. فريال تفضل. عسلامة مدام هاجر ومرحبا بك معنا. قبل ما ننطلقوا خلينا نسمعوا مع بعضنا غير بورتاج حول عزوف ومخاوف أهالي القيروان من التلقيح، بإعداد وتقديم تسنيم رمضاني. صعيب اللي تعيشه ولاية القيروان، ورغم وجود نوع من التحسن فيما يتعلق بنسبة التحلل الإيجابية اللي انخفضت ل 22% بعد ما كان جمعتين التالي 55%، إلا أننا قور وإحنا أمام إشكالية الإقبال الضعيف على تسجيل في منظومة إيفاكس للتلقيح، حيث تحتل القيروان المراتب الأخيرة وطنيا في نسب التسجيل ب 62 ألف لقح أكهاو في ولاية فيها أكثر من 650 ألف سكن. أهم الأسباب ترجع أساسا للتخوف الكبير من قبل المواطنين من التلقيح، فما اللي خايف من الأعراض الجانبية للتلقيح، وفما اللي ما عندوش ثقة في نجاعته، فما زاد اللي ينساق وراء بعض الإشاعات والأخبار الكذبة في علاقة بأنواع التلقيح. كل واحد اختار العذر اللي راه مناسب باش يتهرب من التلقيح أمام غياب استراتيجية واضحة من قبل وزارة الصحة، خاصة على المستوى التوعوي والتثقيفي والتحسيسي. هذاك علاش حبينا نسمعوا رأي مواطن اختار أنه ما يقومش بالتلقيح. أنا شخصيا ضد التلقيح لسبب بسيط، أنه التركيبة متاع الفيروس تمشي وتتغير، وكل مرة يطلع فاريون جديد. هاو ما التلقيح ماهوش إفيكاس بالنسبة لي، هاو مش نزيدوا جرعة ثالثة. يعني أنا نحس حتى المعلومات العلمية مازلت ماهيش ثابتة وماهيش أكيدة. وفي نفس السياق سألنا مديرة مركز التلقيح بالقيروان نادية صرصوط، اللي أكدت استفحى على الظاهرة هذه في ولاية. الحقيقة احنا في مركز الجهوي للتلقيح لاحظنا وأنه فما إقبال متزايد على التلقيح، والعباد قاعدين يجيوا للمركز يسترشدوا على كيفية التسجيل، على اللي وصلته إرسالية يجي باش يلقح. دونك الإقبال هو في تزايد، والنسبة متاع التسجيل ارتفعت، قد أنه الشفر هذي راهو يقعد بالنسبة لولاية القيروان 60200 راهو يتسمى مازال العدد صغير برشا، وإحنا نعرفوا اللي الولاية تعد أكثر من 600,000 نسمة. ثم برشا ناس مازالوا يشكوا في التلقيح، ويشكوا في كيفية صنع اللقاح هذي، ويشكوا في الأعراض الجانبية متاع اللقاح، وفي يقول لك أنا التلقيح هذي مازال طلع جديد مازال مش مجرب. واليوم في ذي الوضع صحيح كتير، ورغم بوادر التحسن يبقى السؤال المطروح، شنو هي الحلول الممكنة لدفع المواطن للإقبال على التلقيح، وكيفاش نجم نلغيو مخاوف المواطن ونقنعه بأهمية التلقيح في حمايته من الوباء. دونك هاجر، هذا ريبورتاج واضح في علاقه بمخاوف اهالي ولايه القيروان من التلقيح. انتم كمبادره يعني عزيمه كنتم تنقلتم في مختلف معتمديات ولايه القيروان، كنتم تنقلتم في ارياف وفي عمق ارياف ولايه القيروان، وكنتم يعني قمتم بالدور التوعوي والتحسيسي والتثقيفي لحث المواطنين يعني للتسجيل في منظومه ايفاكس. قبل ما نحكيو على يعني عزوف اهالي ولايه القيروان يعني ومخاوف اهالي ولايه القيروان قيروان من التلقيح، خلينا في البداية هاجر الجزيري المنسقة الجهوية لمبادرة عزيمة، نتعرفوا من خلالك أنت على عزيمة، شنو هي عزيمة وشنو هي الأعمال اللي قاعدة تقوم بها خاصة في علاقة بجائحة كورونا؟ شكرا حسين. برنامج عزيمة هو برنامج وطني أطلقته وزارة حقوق الإنسان والتنسيق مع الهيئة الدستورية والمجتمع المدني، موجود في 24 ولاية تقريبا، في عدة معتمديات من ولاية تونس، تقريبا كل المعتمديات نحكيه على قروين موجودين في 14 معتمدية، جزء منسقين محليين معانا معاهم متطوعين، تقريبا 10 متطوعين في كل معتمدية. الأنشطة نتاعنا اللي نخدموا عليها هما أنشطة توعوية تحسيسية بالأساس. بدينا في برنامج عزيمة بتوزيع لبافيت لجيل
نمشي للأماكن اللي فيها اكتظاظ معنا دوريا يوم الجمعة مثلا في الجوامع البورتات البنوك في المعتمديات الكل وفي ولاية القيروان زادة نوزعوا دجيل دي بافي دي كونتيتي إنوغ معناها على المواطنين وتواصلت من بعد لين تحلت منظومة إيفاسي وانخرطنا كل كيف كيف معناها في الخدمة في تسجيل المواطنين ومعناها وحثهم على أنهم يسجلوا على خاطر كما كانوا يحكيوا توا نشاطر لهم الرأي أنه فما برشا ناس ماهيش معناها موافقة أنها تعمل تلقيح وماهيش مقتنعة كريمون وهذا عنده برشا أسباب وتنحكيوا فيهم دونك هذا هو ما زلنا موجودين توا في الصراع نخدموا في تنظيم صفوف في عدد أماكن مركز تلقيح البوست سيبارات في برشا بلايص معناها الحملات نتاعنا متواصله مدام يجي المستشفى المجاني لو معناها نشوف المستحقات نتاعو نحاولوا نوصلوا صوتهم على فيسبوك نسقوا ما بين الناس اللي قاعدين ينجموا يعاونوا بامكانياتهم معناها الخاصه دونك هذا هو البرنامج ككل معناها في كلمه واحده معاضدة جهود الدولة سمعني كلمة صعيبة جهود الدولة في مجابهة فيروس كورونا توا ديجا موجودين أنا موجودة في معتمدية منزل الهيري كيفينا نصر الله مدام هاجر دونك هذا هو حسين هاجر 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 في نفس الإطار يعني اليوم نحكيه على عزوف ومخاوف أهالي ولاية القيروان من التلقيح كما قلت لك في البداية تحضر معي تسليم الرمضاني وفريال مبروك أكيد جملة من الاستفسارات اللي نحبه نعرفوها من خلالك أنت حول يعني مخاوف أهالي ولاية القيروان من التلقيح تسليم تحب تتفاعل معك أكثر هاجر مدام هاجر انت حكيت على وجودكم معناها في المعتمديات هل انه التنقل نتاعكم والعمل الميداني معناها في مختلف معتمديات القيروان يخضع لاستراتيجيه معينه ربما في علاقه بنسق الاصابات ولا ايه انفيت التنقل نتاعنا ما يكونش دوري معناها على خاطر سامبلومون كما كنت قلت لكم توا عندنا متطوعين في كل معتمديه زوج منسقين محليين يشرفوا على 10 متطوعين في الصراع نوفروا البرنامج يوفر لبافيت ديجيل معناها وسائل الوقاية الكل كيف معناها نحن ديما بالتليفون مع المنسقين المحليين انهم يحافظوا على المتطوعين اللي معاهم بلبسوا بالبافيت يبعدوا معناها مسافة كافية على المواطنين دونك نحن التنقل نتاعنا يكون معناها في اون كاو مثلا انا تنقلت مشيت للشراردة مشيت للصبيخة مشيت لنصر الله منزل المهيري وكيف بالتليفون مع المعتمديات الاخرى الكل غير في يد عندي مثلا اعانات ولا حاجة باش نوصلهم دونك نتنقل ولا هذا هو سينو تنقل ماهوش اوبليغاتوار بيسكو فما ناس في التيران ولاد التيران ويعرفوا شنو موجود وبتنسيق دائم بالتليفون ولا بالفيسبوك وكذا هو واضح هاجر ما عرفش فريال اذا كانت تسمع فينا فريال به نحاولوا اونتر طون حنان نتحصلوا على فريال مبروكي هي زاد كيف تحضر معنا يعني مباشره هاجر باش ناخذوا من عندك بعض الاستفسارات اليوم هاجر في الحقيقه يعني ارقام ضعيفه برشا بالنسبه للتسجيل في منظومه ايفاكس في ولايه تعد اكثر من 650 الف ساكن الاقبال يعتبر يعني ضعيف نوعا ما على مستوى ولايه القيروان خاصه ونقاوها في المراتب الاخيره وطنيا من نسبه التسجيل في منظومه ايفاكس هاجر حبيت ناخذ فكره من خلالك انت على اهم الصعوبات اللي تواجهكم وقت اللي تبداو في العمل الميداني نتاعكم وخاصة كيف تبداو تشجعوا في المواطنين وتمشيوا بورتا بورت يعني باش تسجلوا المواطنين في منظومة ايفاكس لتلقي التلقيح دونك الصعوبات هذه فاش تتمثل بالضبط؟ حزوم ساعه نحب نبدا كلامي انه الموضوع هذايا امنيتي انه يولي توا مصدر الحديث نتاع الراديو كل ونتاع التلفزيون الكل في تونس على خاطر الحاجه الوحيده اللي تنجو بها تونس من الوضع الحالي اللي موجودين احنا فيه توا هو التلقيح يعني احنا لازمنا نشوفوا شنو ما معناها الحاجات اللي خلونا اليوم العدد معناها نتاع الناس اللي مسجله بالكميه هذه يعني بالكميه الطفيفه هذه بالنسبه للتسجيل اول قبل ما تبدا البيك الكبيره والكاتاستروف اللي صارت في قروين حطينا بروسيدور كامله بتنسيق مع برشا هياكل المندوبيات ومندوبيه الصحه والمسؤولين الكل وقعدنا معناها وحكينا وعلى اساس احنا نبداو تو تام بروسيس معناها باش نقيدوا العباد وكل بدينا فيه حقيقه بدينا فيه نحن براتيكمون من بعد توا معناها الحقيقه شتت الجهود شويه على خاطر تو سامبلومون تلهينا باللي كونسونتراتور بالمطالب نتاع المستشفى الميداني بتنظيم الصفوف بانقاذ ما يجب انقاذه لكن باش نحكي انا على التلقيح وعلي شفته في المعتمديات نحكيه على كاتاستروف نحكيه على ناس انا خرجت وحكيت مع العباد
انا شويه حتى وصلت دازني معناها راجل كبير دازني تو سامبلومون على خاطر مش مقتنعه كهو بالتلقيح ماهوش رافض اصلا انه يسمع بيه تو سامبلومون انا هنا معناها اللوم اكثر حاجه على المسؤولين اللي خرجوا المساج بالغالط وديجا حكيتها ونعاود نحكيها انه المساج تحكيه بالغالط برشا يعني خرجوا مساج في قالب غلطة بطريقة غلطة على الاخر خوفوا به الناس لما نعرفوا أول ما بديت عملية التلقيح الناس خايفة أنها تمشي تلقح خاطر كل التلقيح يقتل اللي هي حاجة عمرها ما صارت يعني تكون حالات سيئة دونك تسمع أنه ناس خايفة على خاطر التلقيح يقتل ناس خايفة على خاطر سامبلومون تقول لك ليه ما فماش كورونا أصلا بالضبط تقول لك ليه ما نقعدش أنا زوج جرعات وهاو امشي وهاو ايجا شوفوا خشتي عايتولي وحاجة اخرى انا هذا لومي الكبير سمحني منظومة ايفاكس ماهيش منظومة سيلرة نحكيو على مساج في تقريبا 20 سؤال انسان بسيط يسكن في 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 معناها في بلاصة بسيطة بعيدة على كل على المدينة وبعيدة على كل معناها الحاجات اللي لازم خليها انه يكون واعي ولا ينجم يستعمل تليفون في كبير ولا يدخل في تويب ولا حاجة ما تنجمش تشوفه تدخل في مكتب قيدرة لأن أردني حد يقرقوا بالعبيد بربي قيدني راني ما عرفتش وربما هذا دور الجمعيات والمجتمع المدني معناها اكزاكتومون مي كوميم احنا اليوم نطالبوا تسهيل عملية التسجيل علاش هالصعب هذا عملية التسجيل المواطن زاده انا قلت لكم فما مونك تاع وعي اوكي حتى المنظومه هي ايفاكس فيها مشكله كبيره وعويصه جدا كيف العباد اللي كبار في العمر قد ما خدمنا عليهم معناها مازال فما فئه كبيره منهم وهم قابلين انهم يلقوا بالضبط قابلين كريمو يعني البروسيدور ككل انك تتجاوز العبيد هي المنظومه في حد ذاتها هاجر هي لازمها مراجعه كبيره برشا استراتيجيه كامله لازمها واضحه مراجعه واضحه من قبل وزاره الصحه هاجر قبل ما نواصل معك معنا فريال مبروكي زميلتنا تحضر معنا مباشره عبر الهاتف تحب تتفاعل معك اكثر بخصوص هذه النقطه وفي علاقه بالعمل اللي قاعدين تقوموا به انتم كمبادره عزيمه في حث المواطنين للتسجيل في منظومه ايفاكس فريال مرحبا من جديد عسلامة مدام هاجر حبيت نعرف رايك بخصوص الشروط تاع منظومة ايفاكس خاطر احنا اليوم قاعدين نواجهوا في سلالات جديدة ما عندهاش فارق متاع عمر متاع اي حكاية شباب قاعدين يتأثروا قاعدين يموتوا اسك هذه الشروط يلزم نقعد ونتبعوا فيها وإلا يلزمنا نعملوا غيكاب ونرجعوا رواحنا اكزاكتومون مش لازمنا نراجعوا روحنا كهو في القريب العاجل ما عادش نحكيو راهو باش نراجعوا روحنا وباش نشوفوا احنا رانا اوني معناها توا راهو البيك قاعده تطيح بشويه اوكي رانا نستنوا في كاتاستروف بعد العيد بالضبط. هذا اللي يقولوه الطب الكل وهذا معناه بشد الناس الكل دونك اليوم المنظومه هذه ايفاك نورمالمون يا اما نتخليو عليها خاطر هي ككل معناها كمنظومه انا بالنسبه لي انا فيها برشا اخطاء غيبة على المواطن كيف انت قلت تو تطور الفيروس اليوم عندنا فيروس يقتل في بيبي احنا نشهد ورانا بيبي سبع ايام بيبي نهارين وفى في ابن الجزار مانيش نحكيو على ولد عمره 76 راه دونك لهنا مراجعه اصلا نتاعها المنظومه هذيا اليوم واجب وطني اصبح راه نحكيو على ارواح ناس اليوم والتسريح في جلب التلقيح والتسريح في عمليه التلقيح يعني اليوم بالحق لازم مراجعه كليه يعني للمنظومه هذيا والتسريح مانيش نحكي على باش نعملوا خاطر بالحق ما عادش عندنا وقت بالحق احنا في قروين انا بالحق خليني حسام عندي مسجلتين ما سكرناش نهارين نهارين راه احنا سكرنا اربع جمعات نحكيو على ناس عندها حوانت نحكيو على ناس كيريا نحكيو على ناس تخدم تعبين نحكيو على ناس مقوتها اليومي عبيد جاعت راه سيريوزمون عمري ما نقول لك هذا بالحق عبيد جاعت عبيد حتى تكون لابسه عليها في وقت ما عبيد جاعت مي اون كون خبرتني شو وفرت له لو وفرت له تلقيح التلقيح ديجا قاعد يمشي بصفه معناها مسترسله ولا سريعه للناس قيدت وقاعده معناها تلقح دونك اون كون خبرتني ما لقينا حتى شيء بالضبط يعني اليوم بالحق يجب مراجعه القرارات وقرارات تكثير سيرتو وكيف كيف القرارات اللي معناها اللي تتبع منظومه ايفاكس حتى بالحق تكون كاتاستروف ولازم نعطيك حتى كنت حاب نعطيك بعينه معناها من التيران لو شفت انا في معتمديه الشرارده مثلا ايوه العباد ما تحبش تلقح العباد ما تحبش علاش هاجر المخاوف هذيا علاش 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 العباد ما تحبش تلقح انتم موجودين في التيران شنو هي الحاجه اللي تخليهم ما يلقحوش وما يسجلوش
الميساج اللي خرج منه الميساج غلط. الناس خايفة، ما عادش خايفة من كورونا، خايفة من التلقيح اللي نجم يقتلها، خايفة من التلقيح اللي نجم يقتلها. توا لعبت في الشارع تقول لك ربي شنو تم مركز التلقيح مع فايزر، وهي ما تعرفش معناها اصلا فايزر، ما تعرفش معناها النوع الاخر والنوع الثالث والثاني والرابع. يعني انا هذه دعوة حتى لينا احنا، معناها حتى انتوما كدريم فيه، معلش ليه ما تكونش فما فقرة فيها مختص يفسر شنو هو فايزر، شنو هو التلقيح هذايا، شنو المنافع نتاعو، قديش من تلقيح صار في العالم والناس تعيش نورمال. يعني انا اليوم نطالب بالحق يفسروا للعباد، رانا مانيش كنا مثقفين، مانيش الكل نجموا نحلوا جوجل ونكتبوا فايزر شنو هو، شنو المكونات نتاعو، اكواس اساس، ما نجموش، مش الناس الكل كيف. يعني الفو فاسيلو ميساج اللي نكتب يشجع العبيد، فهمت؟ أكثر من أنا نخوفهم. مدام هجر، نحب نختم معك بسؤال نظرا لذيق الوقت. حسب رأيك شنو هي أكثر الحلول المناسبة لضمان أكثر عدد ممكن من المسجلين في منظومة إيفاكس، فو كما قال حسام اللي أنتم تخدموا سيغ تيغان وتعرفوا معي شنو هي الآراء اللي تتقال وشنو تخمم العبيد؟ مراجعة الفئة العمرية اللي قاعدين يحبوا يلقحوا لها، هم اليوم قاعدين يحبوا يلقحوا الجماعة اللي فوق الستين والستين. اليوم العبيد اللي عمرها 40 و30 وخاصة 20 شباب، معناها اللي انا خالصية يوميا تقريبا، الناس اللي تحب تلقح، الناس هذيا وفرونا تلقيح، بدلونا من المنظومة نتاع ايفاكس، علاش بالترتيب وبالدور وبالعمر؟ يعني منظومة ايفاكس ككل اليوم يلزم يقع مراجعة تغيير استراتيجي، توفير التلقيح، نعاود نقول توفير التلقيح. هذا هو معناها. نحب جست نحكي لك حاجة صغيرة حسين. اي تفضل، اي تفضل. تحية للصديقة وتحية للمتطوعين اللي في الصديقة. في الصديقة بالحق معنا مركز تلقيح، ناس عاملين مجهود انهم يوزعوا في الماء ويوزعوا في الكيف وفي الجو وفي الحلوة على الناس الكبار، تجزيع عليهم باش يقعدوا يحكيوا معهم فاصون بيا على الاخر، يرحبوا بهم ترحاب كبير على الاخر. بالحق تحية للصديقة، وان شاء الله المعتمدين الكل تنتج على منويل الصديقة، على خاطر انا شفت ذات كيف يخدم مع العبيد وكيفاش يعامل في الناس الكبار. هذا هو واضح. هاجر الجزيري، يعطيك صحة للا على كل هذه المعطيات. أكيد 15 دقيقة أو 16 دقيقة ما همش كافيين باش نجموا نطرحوا هذا الموضوع يعني بكل عمق، لكن أكيد إن شاء الله باش نعاودوا نطرقوا وناخذوا معاك أكثر حي زمني باش نعالجوا هذه الظاهرة، خاصة في ظل هذه الوضعية الصحية اللي تعيشها تونس كل اليوم. عاش نجموا نحكيو كان على ولاية القيروان فقط. فهاجر من راديو دريم فاهم نقولوا تحية ليك، وتحية لكل الشباب اللي ناشط معاك، وتحية لكل نشطاء المجتمع المدني في ولاية القيروان على العمل اللي قاعدين يقوموا به خاصة خلال هذه الجائحة. شكرا لك هاجر، يعطيك صحة. يعطيك صحة هاجر الجزيري، شكرا لك على كل هذه المعطيات. نذكر فريال مبروكي إذا كان موجودة معنا. فريال به، فريال مبروكي تحضر معنا عبر الهاتف، نعرفه نظرا واحتراما منا للبروتوكول الصحية وللقرارات يعني الصادرة من قبل يعني رئاسة الحكومة انه منع التنقل بين الولايات الى غاية يوم 31 جويلية. وفريال موجودة في ولاية المنستير، ان شاء الله بعد شوية نحاولوا نتحصلوا عليها، فانها اخترنا انها تحضر معنا، لكن تحضر معنا عبر الهاتف، واكيد وجودها معنا لهنا مهم جدا ويقدم الاضافة لبرنامج امور تهمنا. سينو موصين معكم المشوار في برنامجكم أمور تهمنا، خليكم ديما برونشي، خليكم ديما في الاستماع. ذكركم 77-258-006 إذا كنت تحبوا تتواصلوا وتتفاعلوا معنا. سينو نخرجوا موزيكا وراجعين بعد شوية. سبعة وثلاثين دقيقة بعد نص نهار، رجعنا لكم جديد مستمعين على أمواج دريم فام. تقبل الله صليتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب، ومرحبا بالناس اللي التحقت بنا في الاستماع. وخلينا توا نحكيوا على وضعية الطلبة وبالأخص وضعية اللواء داخل المبيتات الجامعية خلال الوضع الصحي الحالي في المنستير. الحقيقة برشا تشكيات من قبل الطلبة على ظروف المبيتات وظروف اجتياز الامتحانات في دورة المراقبة. فريال لين نتصلوا بصديقتنا فريال، هذيك علاش يحضر معنا. انا معاكم. فوالا هاي رجعت. باهي لاكثر تفاصيل باش نستقبلوا معنا سي طارق الدحام المكلف بشؤون الطلبه عن الاداره الجهويه للخدمات الجامعيه بالمنستير. عسلامه سي طارق. اهلا وسهلا، بارك الله فيكم. عسلامه. سي طارق قبل ما نبداو فقط للتصحيح، رئيس مصلحة الخدمات الجامعية مش مكلف. واضح سي طارق رئيس مصلحة الخدمات الجامعية.
في طارق قبل ما نبداو خلينا نسمعوا مع بعضنا ام كوتوتواغ بشهادات حيه من الطلبه بالمونستير حول ظروف الايواء بالمبيتات في ظل ازمه الكورونا. جينا فوي سكنت فيه بسيفتي طالبة بريود الأخرى كلها سورتو بريود الصيف المية من 10 متاع الليلة كاكي قص دونك ديما لازمك تبدأ عندك ستوك تحتك متاع ماء خلي عطا نظافة ما نحكيش اللي فوي الكل ديما نظافة مش ديما لازمك تثبت من البيت اللي انت تسكن فيها أول حاجة أول ما تدخل لازمك تضرب السقف وتشوف انت حالك ولا لا. نعم نب نستنى وبسي باش نروحوا ساعة هذه أول حاجة نب نستنى وقتاش باش نروح علاش على خاطرنا مثلا 12:05 متاع العشية من جوع في الليل سبحان الله يقولك ما داخلش معي ريزيستونس إذا داخل ريزيستونس يقول باش يفكهولك بخلاف الندوة اللي مرضتنا قداش من مرة البرد الشبابيك اللي مشرعة والندوة وبخلاف هذا إنهم يختاروا البيوت اللي باش يدهنوها يختاروها أناهي بالضبط عليه تعيشوا فين في عيشة كلاب في الآخر واحد تطيح كنترول الناس كل تطيح عليه وما فماش رشا وما فماش وما فماش ما تعاد تقروهاش الظروف هذية. النداء في الشتاء الناموس في الصيف اكتشو والسخانة اللي نعانيو فيها والوسخ سيرتو الوسخ ما فماش كل ينظف تواليتات مسخين يعني نظف وحدنا الماء كل ليلة مقصوص يعني من الستة لأن فمش كون بش يستعمل التواليت ما ينجمش فمش كون بش يصلي ما ينجمش يتوضى ويصلي فمش كون بش يدوش ما ينجمش يدوش حاجة أخرى تشوف البيوت كيفيه في الشتاء كندا وكل والناموس يرتوه في الصيف والسخانة والوسخ تشوف انت في البلوك هذا يطلع انه ينظف في البلوكات الخير انه ما يطلع النيش البلوك فوقين في تونس اللي أغلبها كل كاريزة السيوم تا في منطقة أنا في حومة شعبية يكون طالب برضه البركاجات ويكون في أطراف البلاد بعيد على المنشآت الحية ويوالي الطالب يلقى إشكالية أخرى في الترانسبور. سنة عدينا عام خايب على الأخر خاطر ما وفرولناش حتى شيء في الفوي بديناها بالماء مقصوص ديما يقص علينا ليل ونهار معناها عادي تلقاك انت تدخل الدوش يقص عليك في وسط الدوش حشرات مسيبة في كل الفوي الكل أدويش ما يمشيش فيها لا سخون لا بارد شو دير ما عندهم شهرين شي صلحوها ما صلحوهاش احنا قاعدين ونضربوا على السقف طايح علينا واحنا صباح قمنا نقاو الغاز مسيب تسيب هكاك بطاطس عاملة حالة في وسط الفوي داخلة خارجة وسخ شي عايف حسيب. دونك سي طارق سخام رئيس مصلحة الخدمات الجامعية نذكر بالصفة نتاعك دونك هذه شهادات حية من قبل بعض الطلبة اللي موجودين حاليا يعني في المبيتات الجامعية تشكيات عديدة تشكيات بالجملة خاصة في ظل وضع وبائي صعيب قاعدين نعيشوا فيه توح خاصة إذا الوضع هو وضع وطني يعني على مستوى بالضبط على مستوى وطني دونك هذه شهادات حية من قبل يعني طلبة موجودين داخل المبيتات الجامعية في ولاية المنستير تشكيات من انعدام او ما فماش الماء الادواش اللي ما يستخدم لا بارد لا سخون الاوساخ الحشرات يعني عدد كبير من المشاكل اللي يعانيوا منها الطلبه داخل المبيتات الجامعيه. في البدايه سي طارق نحب نسالك على الساعه الاستراتيجيه اللي كانت اعتمدتها وزاره التعليم العالي والبحث العلمي في ايواء الطلبه خاصه الطلبه اللي بيشارجوا توا يعديوا في سيسيون كنترول في ظل الوضع الوبائي والصحي اللي تعيشه تونس كل. هو قبل كل شيء يلزمنا نفهم حاجة سمعت الآراء تاع الطلبة القدوم كذا لكن فما حاجة قالوهم هما سيطار قالوهم احنا قالوهم احنا اتباعا بالنقطة لكن مستغرب يعني مثبتين اللي هما الطلبة يسكنوا في مستيرة بيان سور هما الشهادات هذيا جاتنا من ولاية المنستير من الطلبة اللي موجودين من أكثر من مبيت بالضبط خاطر كان من مواقع جمعية أخرى خارج المستير والله نجم نقول أما من المستير نستغرب من المستير تعرف من عديد المبيتات ونرجعوا حاسيلوا للموضوع بتاع اللي قلت عليه الاستراتيجية هي رأي مش استراتيجية هو عمل متواصل هو احنا في كل عام نعملوا نحضروا احنا ناخذوا بالتنسيق مع الجامعات خاصه احنا تو المنستير تنسيق مع جامعات المنستير نبداو من الاول من شهر افريل نبداو نفقوا مع الجامعه باش ناخذوا الكالندري دي زيكزامان باش ناخذوا رزمة امتحانات وعلى ضوء رزمة امتحانات نعملوا احنا التقسيم تاعنا تاع المبيتات وناخذوا في عين الاعتبار زاد سيسيون دو كونترول وخاصه حاجه اخرى بالنسبه للطلبه احنا ديجا
ديجا خرجنا احنا بلاغات للطلبة وبما فيهم ذلك مذكرة خرجت معند السيد المدير العام تتضمن الطلبة خاطر احنا بيتنا حتى الطلبة العابرون احنا نسميهم الباساجي نقرأوا لهم حسابهم خاطر تعرف انت المسير مدينة سياحية ويقصروا فيها يعني السياف هو إيرزمون هو إيرزمون وما إيرزمون بالنسبة لخاطر الوضع الوبائي وكذا ما فماش يعني ما فماش السياف وما كذا يعني ما صارش يعني كما قلها تدفق كبير من ناحية الطلب الباساجي اللي كانين ديار البرة وباش يجيو المبيتات ورغم ذلك احنا قرينين لهم حسابهم علاش خاطر هما لي 30 جوان ديما دي كونترا نتاعهم مع الـ مع الـ يعني مع الـ مع الـ الكارير والمديار يوفاو لي 30 جوان احنا نستقبلوه احنا ذوكم قرينين لهم حسابهم ونستقبلوهم ونسكنوهم لكن سي طارق اليوم نحكيو نحكيو في سيتوياسيون اخرى كومبليتوم اليوم نحكيو على وضعيه وبائيه صعيبه اليوم نحكيو على طلبه راجعين باش يعديو الكونترول في ظل وضع وبائي خطير تعيشوا تونس الكل امام يعني يلقاو روحهم في دي كونديسيون ماهمش فافورابل ماهمش ما فيش حتى نوع من الاحترام نوعا ما للبروتوكول الصحي. كيفاش مثلا كيف على خاطر تو اني خاطر اني تو لانه سي طارق اذا كان نحكيه بطريقه او باخرى سي طارق مثلا يومين في المستشفى وين يومين تو الكلام تاعك فيه انت اللي تو لدرجه هويه موجوده في المستير يعني الطلبه كل تتصل بينا اللي هذه ما جاتنا حتى التشكيات من الطلبة ظروف إقامة نتاعهم في الكونترول. سي طارق نحكيو مثلا. حتى ما جانا ما اتصل بينا حتى إتيديون في الإدارة الجهوية باش يقول لنا عمناول صحيح عمناول سامحني عمناول في ظل تفاقم الأزمة نتاع الكورونا وقت جاتنا في ذروة نتاعها مع لي زيكزامان وقتها استراتيجية نتاع الوزارة كانت في بالتنسيق مع الجامعات إنه لي زيكزامان يكونوا بالأفواج بنظام الأفواج. إيش معناته نظام الأفواج؟ يعني إحنا يلزمنا نطيحوا طاقة الاستيعاب للشطر يعني إيش معناته يعني اللي شومبر دوبل كل وشومبر انديفيديال باش نحافظوا على التباعد الجسدي باش يكون كل طالب في بيته وكذا ونجحنا في العملية ومشات لاباس قلت ربي عمناول وما صارتناش حتى مشاكل اثناء وقت اللي احنا بدينا انطلقنا في ليزيكزامان وقت الوضعيه نتاع الكورونا مش كيما توا يعني تفاقم كبير وقت اللي دوب ما انطلقنا في الامتحانات وقتها الوضع الوبائي كان تحت سيطره وقتها فهمت ولكن لحد الآن هذه اللباس والحمد لله رب العالمين يعني حتى الطلب نتاع السيسيون برانسيبال غادر ونجحوا وربي ينجح الطلب الكل اللي قاعدوا لنا توا اونجير لي سيتياسيون توا باهي يعني احنا عندنا المبيتات الكافيه وعندنا الاسره الكافيه ويعني اونجير لا سيتياسيون مع يعني ما فماش حتى ايتيديون باش نخليه مثلا في الشارع ولا ايتيديون باش يعدي كونترول نقولوا له لا ما عندناش بلايص البلايص موجوده تعرفوا انه في المسير عندنا انكسيد يعني انكسيد لي يعني عندنا فائض في طاقه الاستيعاب كثير على وصلنا في المسير من ضمن المدن الكل نسكنوا حتى سي طارق تحب تتفاعل معك سي طارق سامحني باش نتفاعل معك زميلتي وصديقتنا فريال مبروك تفضل فريال سي طارق احنا على اهلا وسهلا احنا على درايه انه تم استقبال جميع الطلبه حتى اللي كانوا كاريين وما الى ذلك اما احنا اليوم نحكيوا على ظروف طارئه وباء عالمي لطف عليكم ووضع صحي استثنائي واحنا نعرفوا في الوضع هذا اهميه التباعد الجسدي خاصه للي ما يعرفش ما عندوش فكره على البيت في الفويرها صغيره برشا بينما فما البعض من المبيتات نلقاو 3 و4 طلبة فرد بيت هل عندكم دراية بهذا بالنسبة 3 و4 فرد بيت هذه ما فماش وتنجم تمشي معي فما 3 و4 فرد بيت سي طارق وانا جبني تشكيات من الطلبة دوروا المبيتات الكل لا ما تقوليش لا ما تقوليش مناش احنا باش نحطوا عساسة في الليل في البيوت اي انا سألتك قلت لك سي طارق هل عندكم علم بهذا او لا اي اخي تو اني تو في الليل باش هذيك باش يمشيوا وهم تعرف طلبة طارق وباش يمشيو ثلاثه فرد بيت هما محطوطين مع بعضهم فرد بيت ثلاثه فرد بيت سي طارق بيت صغيره وتلقى فيها ثلاثه طلبه ثلاثه سره هذيك بيتهم مع بعضهم وين هذا فهمت معنى نسمي المبيت ما يسالش لا سمي ما يسالش ما قول لي فانا نحكي باش نحكي لك باش نحكي موجوده باش نحكي لك على مبيت 3 اوت مثلا ما هو احنا منين كنا سيسيون برينسيبال وكان فما اكسام على الطلبه كانوا كلهم في شنبرهم حتى كيما نقولوا مثلا 3 فرد بيت طاحوا في سيسيون كونترول
ما قالوا لهم مش بدلوا من بيت البيت، قعدوا ثلاثة فرد بيت والبيوت صغيرة وانا نعرفهم وعندك فكرة عليهم سي طارق. معناتها البيوت اللي تفاضت ما وزعوهم مش برشا يا سي طارق، وهذا الكلام نحكي لك فيه صحيح. هل انا سالتك هل انتم كاداره جهويه عندكم درايه بهذا وحاولتوا تلقوا حل اذا عندكم درايه او لا؟ هذا سؤالي. معناته شو انا درايه بشنو؟ انا درايه بشنو؟ شنو الحل اللي فما ثلاثه واربعه طلبه يسكنوا فرد بيت في ظل الوضع الصحي بالنسبه ايش اقول لك حاجه بالنسبه لاربعه طلبه هذه من سبع المستحيلات، ونتحدى اي واحد يجيب لي بيت في مبيتات ما بين ديوان الوسط بيز اربعه، هذه من سبع المستحيلات. لانه حتى في القرار قرار وزير التعليم العالي نتاع السكن الجامعي يقول لك وماكسيموم وماكسيموم تروا يعني بار شومبر بمواصفات معينه ومقاييس معينه ومساحه معينه. اما زي كات علي احنا ديجا حتى في الاستراتيجية نتاع وزاره التعليم العالي ماشيين من هنا لقدام مش نحيوهم مش كله مش وليو شومبر دوبل كل في المبيتات الكل. هذه الاستراتيجية اللي قاعدين نخدموا عليها ان شاء الله باذن الله وقاعده باش تطبق من عام لعام. لكن تعرف الاشكال وينه؟ الاشكال وينه؟ الاشكال كي نطبقوا احنا القرار نتاع وزير التعليم العالي المؤرخ في 18 جانفي 2016 قرار السكن الجامعي اللي يقول لك الطالب يسكن عام برك والطالبه تسكن عامين. هذا الشيء المغلوط اللي قاعدين حتى بعض برشا مرات في وسائل الاعلام ولا في بلاتوات لا الطالبه الطفل عنده الحق في 3 سنين. ما فماش حق في 3 سنين. علاش سي طارق فماش ما تسمحش باش تكري؟ اسمعني يا فريال ما هو احنا ايش نقول لك؟ يا نطبقوا القانون يا نطبقوا الجانب الاجتماعي اللي احنا نخدموا عليه خدمات جماعيه. احنا شنو؟ احنا شو اسمنا؟ اوفر يونيفرسيتير يعني نقدموا في خدمه للطالب. يعني احنا نخدموا في جانب اجتماعي. ايش خلانا احنا اكزمان نوليو ونفترضوا انه نسكنوا الثالث عام بنات والرابع عام بنات والخامس عام بنات وصلنا حتى سكننا السادس عام بنات وعامين اولاد وثلاث سنين اولاد هذاك الكل الوين؟ علاش؟ خاطر احنا نعرف ظروف الطلبه. باهي سي طارق حكيت على الاستراتيجيه. انت تعرف ان الطلبه كلها تعرف ليا برشا ونعرفهم ونعرف ظروفهم. انت سي طارق حكيت على الاستراتيجيه. انت كي حكيت على الاستراتيجيه نتاع باش يولوا فما زوز فرد بيت، معناتها هذا يعني انه فما حاليا ثلاثه فرد بيت. شنو هي الحل؟ لا ما قلتلكش ما فماش. ما فماش موجود لانه بالقانون تو يقول لك فما دي شومبر 3. اما دي شومبر 4 غير مسموح بهم وغير قانونيين وغير مسموح بهم. احنا بيدا ما نسمعوش بهم دي شومبر 4. احنا في البرنامج تو فما بروجي اون كور ان شاء الله باذن الله هو بروجي نتاع تدعيم تخت الاستيعاب من بيت جامعه قنص. فما بروجي ب 6 مليارات تو اون كور ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله يعني هو ديجا الوزاره وافقت عليه وهبط في الرائد الرسمي. ماك تعرف يعني مازالتك الدراسات والحكايات هذيك خاطيتنا تابعه الولايه والتجهيز والامور هذيك. هذا تدعيم طاقه الاستيعاب نتاع جامعه قنص 224 فرش اضافي يعني باش يزادوا 224 فرش اخرين في مبيت قنص ان شاء الله بينتو. فهمت يعني احنا ديجا قاعدين نخدموا على الاستراتيجيه هذيك ان شاء الله يتم التسريع في الاجراءات. سي طارق انا سؤالي انه كيفاش يصير التواصل بين ديوان خدمات الجامعيه والمبيتات وكيفاش يصير التنسيق بيناتهم خاصه على مستوى ايواء الطلبه؟ معناه على مستوى ايواء الطلبه على مستوى ايواء الطلبه اولا هو يعني العمليه كلها تصير في الاداره الجهويه. فهمت تصير نبداو احنا بتاعتنا نبداو من شهر فيفري راهو شهر فيفري اللي فات نبداو نقوموا بعمليه الاستشراف يعني نعملوا البريفيزيون تاع السكن نتوقعوا شنو باش يجينا العام الجاي نحضروا الماكيت نتاعنا نحضروا البلاتفورم نتاعنا وبعد فهمتني ولا كيما نحضروا التوزيع النهائي نتاعنا قبل ما نعملوا توزيع على الابليكاسيون نحضروا التوزيع النهائي نتاعنا نعملوا اجتماع بالمديرين نعيطوا لهم في الاداره الجهويه ونعملوا لهم يعني فهمتني ولا عرض هذاك يعني عرض فهمتني ولا نوريهم فيه التوزيع هو انت المبيت الفلاني راهو سناب شنو عندك الطلبه الفلانيين واحنا شنو التقسيم نستعملوا التقسيم نستعملوه حسب يعني المدن الجامعيه نسميهم احنا لسيت الي ميني سيت لسيت الي ميني سيت عندنا مثلا في المستير السيت نتاع المستير يعني المدينه الجامعيه المستير مقسمه على دي ميني سيت يعني ميني سيت نتاع استحجابر وميني سيت نتاع قنص لانه ناخذ الطلبه نتاع استحجابر اللي تسكن غادي في المبيتات الموجوده غادي والطلبه نتاع قنص اللي يقراوا في الدور نتاع قنص يسكنوا في قنص. صحيح فما بعض الاختلاف خاصه في يخص الاولاد يعني الاولاد
كما تعرفوا ما عندناش مديتات في استعجابر، نفترضوا انه الاولاد كلها تسكن يعني ديما في المديت نتاع الامام المازري، انا على الاقل ان فوي موديراتور يعني موجود من هنا وهنا. واضح. شكرا لك سي طارق سخام على تدخلك معنا. احنا مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا باش نشوفوا بعد شويه مع بعضنا صوره الشهر، ولكن بعد ما نسمعوا عفوا لطفي بوشنيق في صندوق عجب توتسويت ونرجع لكم. ماضي ساعة على دريم افام، اهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا من جديد. مازلنا مواصلين معكم المشوار في برنامج امور تهمنا، تحدثنا على مخاوف اهالي ولاية القيروان من التلقيح، يعني امام في ظل هذه الوضعية الوبائية اللي تعيشها تونس الكل وبصفة خاصة اللي تعيشها ولاية القيروان. تحدثنا زادة على وضعية ايواء الطلبة داخل المبيتات الجامعية، خاصة الطلبة اللي رجعوا مش عديوا سيسيون كنترول. وفي الفترة الثالثة من برنامجنا او في الفترة الثالثة فعلا من برنامجنا بالنسبه لليوم، اكيد عندنا صوره، والصوره اللي نزلناها البارح على مواقع على موقع التواصل الاجتماعي نتاعنا، نزلناها على الباج فيسبوك نتاعنا دريم افام، ونزلناها زاد كذلك على انستغرام على الباج الخاصه براديو دريم افام. هذه الصوره هي صوره لنشطاء المجتمع المدني والدور اللي قاعد يقوم به المجتمع المدني في ظل هذه الوضعيه الوبائيه. وطرحنا سؤال تسنيم وفريال، قلنا شنو رايكم في خدمه المجتمع المدني في معاضده يعني جهود الدولة خلال جائحة كورونا. صورة جينا من جمعية شباب يغير لهنا على مستوى ولاية القيروان والعمل اللي قاعدين يقوموا به. جملة من التعليقات كانت وصلتنا طبعا تسني. اي حسام، جمله من التعليقات كانت وصلتنا باش نقراو شويه منها. ايمان كسيبي تقول مبادره طيبه اللي قاعد يقوم به المجتمع المدني في القيروان منذ بدايه الجائحه الى الان، خاصه انه الشباب بادر وساهم في تقديم المساعده دون مقابل بكل روح التطوع وممارسه المواطنه الفاعله، فساهم في التعقيم وتنظيم الصفوف امام الادارات وفي حمله التلقيح وتقصي للفيروس، فشكرا لهم. من الاعماق كيف عبد الرحمن خيرات يقول المجتمع المدني هو المحرك الذي يقود عمليه الانقاذ ضد كورونا منذ الجائحه الاولى الى حد الآن. للمجتمع المدني دور هام في معاضدة الدولة ومراقبتها والضغط على عدة مسؤولين، اتسموا باللامبالاة واتخاذ الكورونا تضقيم جديد للمجتمع المدني، ولننكر دور الإعلام في تعريف بنشاطها، ونذكر مثال إذاعة دريم افام التي واكبت كل نشاطات المجتمع المدني خلال سنتين. سنواصل العمل من أجل إنقاذ أرواح الناس من وباء كورونا رغم كل شيء. نحن هنا كيف حياة شورى بتقول تحية إكبار وشكر للمجهودات التي يبذلها كافة المجتمع المدني وأبناء هذا وطننا الجريح اللي تخلت عليه الحكومة الفاشلة وكذلك بعض الجمعيات الخيرية، لكن هذا ما كانش كافي في غياب تام للحكومات. أقول ربي يحفظ الجميع وإن شاء الله شدة وتزول. شكرا لكم على كومنتاتكم الناس الكل. زيدا معنا محمد دربال اللي قال إنه رغم أن البعض يستثمر في مجال المجتمع المدني لغايات انتخابية وسياسية، إلا أن هذه الفئة تبقى حالات خاصة أمام الكم من الجمعيات الموجودة والتي تعمل من أجل البلاد والعباد، ولا غاية لها سوى أن ترى بلدها متقدما مزدهرا وتعاضده في الأوقات الصعبة. عنا زاد كومنتر عباسي مروى، أنا ما ريتش برشا جمعيات تفاعلت مع موضوع كورونا بجدية، أما بالنسبة للمجتمع المدني يخدموا في خدمة باهية يعطيهم الصحة. أما كان زاد يحكيوا بعمق أكثر على خطورة الكورونا، على خطر رافي العباد ما هيش محترمة للبروتوكول الصحي والتباعد سرتو في البنوك والبوسطة. وأخيرا وليس آخرا، خليل البارز اللي قال حاجة باهية برشا، عاونت برشا عباد، خفت على المواطنين عبء كبير، مجهود يذكر فيشكر، يعطيهم ألف صحة الناس الكل وإن شاء الله القادم خير. يعطيكم أنتم زادة ألف صحة متابعينا على كومنتاتكم وتواصلكم معنا. يعطيك صحة فريال، يعطيك صحة تسنيم. دونك كانت هذه أولى حلقة أول حلقة من برنامج أمور تهمنا على دريم افام. نذكروا العباد اللي يسمعوا فينا توا اللي برنامجنا يجي في اطار مشروع صحافه الشان العام لمبادره مناظره وبالشراكه مع 5 اذاعات جمعيتيه تنضوي تحت الاتحاد التونسي للاعلام الجمعياتي، وهي كل من مندرا افام، نفزاوة افام، عليسه افام، وسليوم افام. شكرا على الاستماع والمتابعه، وشكرا على تفاعلكم معنا على صفحات التواصل الاجتماعي. اللايف نجموا تعاودوا تتفرجوا فيه على صفحه اذاعتنا دريم افام او على صفحه مبادره مناظره. حلقتنا القادمة إن شاء الله في نفس التوقيت وعلى نفس الإذاعة ثالث سبت في شهر أوت. وكان تحبوا تعرف أكثر على صحافة الشأن العام، الموعد مع أمور تهمنا لبودكاست نهار السبت 31 جويلية.
يعطيك صحة فريال، يعطيك صحة تسنيم حنان العويني في الإخراج التقني والرقمي. شكرا لك، شكرا للعباد اللي كانوا تفاعلوا مع الفيديو لايف اللي يمشيوا على الباج فيسبوك متاعنا دريم اف ام. شكرا مع العباد هذا اللي كانوا تفاعلوا مع الصورة اللي كنا نزلناها على الباج فيسبوك متاعنا دريم اف ام. يعطيكم الصحة الناس الكل. دونك حنان العويني، تسنيم رمضاني، فريال مبروك اللي تحضر معنا عن بعد، يعطيكم الصحة، نقول لكم في أمان الله، باي باي الناس الكل.